أشواق تدفع للعليا لا تأسرها أبدا دنيا فبها. عصر جديد نعيشه ومطالب لا تنتهي تغازل فكر رواد الأمة وصناع الحضارة. عصر متجدد ومذهل، والتأخر عن مواكبته تأخر في ملك أدوات المدافعة. ولأن الشباب هم رواد النهضة ومجددو الهمم نظرياً، ولأن الشباب هم أكثر من نصف المجتمع في الوطن العربي واقعياً، ولأن الوقائع المتباينة سلباً وإيجاباً تشير إلى الشباب ودورهم وسلوكهم، ولأننا أمة العمل وباعثو الأمل اتجهنا إليهم، تظللنا بركة الله ثم سواعد أهل العزيمة. منظمة فور شباب العالمية، وهي منظمة عالمية مسجلة رسمياً تسعى للتجاوب العملي مع متطلبات الشباب وإرشادهم لطريق النهضة بأنفسهم ومجتمعهم على خطى الإسلام الحنيف. وفي رحاب هذه المنظمة يتوهج نور قناة فور شباب ومع البرامج الشبابية. وقد عرفت القناة في أوساط الشباب وأوساط المجتمع بإعلاناتها ومشاركاتها في ميدان التأثير. ومن قناة فور شباب إلى فرق فور شباب، حيث الرحلات التي يشارك فيها الشباب من كل أنحاء العالم لتكون زاداً روحياً وتنفيساً نفسياً وتجديداً للعلاقات الأخوية الجميلة، ثم إلى الرحلات الإيمانية في رمضان والحج. وأما مؤتمر فور شباب العالمي فهو الأسبوع الذي ينتظره الشباب كل عام، وللمشاهد أن يعرف أن الحاضرين هم من 20 دولة، من أمريكا إلى الصومال ومن الشام إلى المغرب. ولأن الشباب هم الدافع للخيرات ومن يقودهم يحتاج إلى شكر على هذه الرعاية الشبابية، لذا كانت جائزة الشباب العالمية لخدمة العمل الإسلامي. والعمل التطوعي هو روح الإنجاز، وما قيمة شباب المستقبل من غير دور التضحية في خدمة المجتمع. الأناشيد المصورة. وقد تفضل المولى تعالى، فكانت قناة فور شباب مصدر خبر في كبرى الوسائل الإعلامية العالمية، وحازت قناة فور شباب على 3 جوائز عالمية في الإنتاج بمشاركة نجوم مشهورين في الإبداع التلفزيوني. كما حصلت القناة على أفضل قناة عربية في الهوية وصناعة الجرافيكس في حفل رعته جامعة الدول العربية. ولا يمكن للشباب أن يطمئنوا إلا في مكان آمن يحترم إنسانيتهم ويهذب نفوسهم، فكان مقهى فور شباب. إن الغاية هنا لا لسرد كل التفاصيل بقدر ما هو ذكر لمسات وعرض خطوط عريضة لبعض ما يقوم به الشباب، لنعرف دورهم وإسهاماتهم في نهضة أمتهم ومجتمعهم. وما فور شباب إلا لبنة من لبنات الصروح البانية، فطوبى للعالمين. فور شباب، حنغير.